فريق كانال الجيري يتوج بكأس دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة في طبعتها الثانية بعد فوزه على منافسه فريق شروق نيوز بواقع 4 أهداف نظير هدف واحد في المباراة النهائية التي احتضنت القاعة البيضاوية التابعة لمركب محمد بوضياف، فيما عادت المرتبة الثالثة لفريق الموقع الإلكتروني زايرتوب. شبونسكو اليوم ثبتنا انه اليوم احنا احسن فريق في الدوره، شبونسكو ما خسرنا حتى ماتش، احسن دفاع لعبنا مع احسن الفرق كيسوا في الجروب تاعنا ولا لعبنا مع التونو تاع العام الماضي ولا الفيناليست، سحقنا هذا الفوز وكما قلت نهدي هذا الفوز هذه لكل الناس اللي غادرتنا في العام الماضي هذا، وخاصه حمزه بركاوي راك في القلب خويا. صح اللي داروا لنا مضمون هذا التورنوا، يعني تلاقينا مع اصحابنا اللي عندنا بصافي بيان لونطو ما شفناهمش. بالنسبه ليكيب تاع الشروق صافي كما يقولوا صافي ان غرون بليزير اللي وصلنا لا فينال بريمير مو، طلعنا يعني تروازيام ميور بلاس ما كناش قاعدين نستناو فيها، جرينا كما يقولوا تنوا هذا ماتش بار ماتش وصلنا لا فينال ميور كي كانوا خير منا في التيره يعطيهم الصحه. المباراة النهائية سبقتها مباراة استعراضية جمعت عديد الفنانين والفاعلين في الرياضة، والذين أجمعوا على أن المشاركة في مثل هذه التظاهرات فرصة للم الشمل واستذكار الراحلين. هذه الدورة هذه تجمع كاع الصحفيين، تجمع الفنانين باش نقولوا لهم مالهم باللي حتى ولو هما غابوا راهم معنا، حاضرين معنا في قلوبنا، حاضرين معنا نذكروهم دائما باش نخلدوا اسمواتهم. هذه الدورة اللي تكرم يعني ولاد وعائلة تاع 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 الصحفيين وتاع الفعالين في الرياضة الجزائرية الله يرحمهم، واللي اليوم كان الشرف اني لقيت احد افراد العائلة تاعهم وكرمناهم، وان شاء الله هذه المبادرة تتكرر في السنوات الجاية ان شاء الله. الطبعة الثانية لدورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة التي حملت شعار لن ننساكم تخليدا لروح الإعلاميين والرياضيين شهدت تنظيما محكما من مختلف الجوانب وسط إجماع على نجاح المنظمين في جمع الأسرة الإعلامية والترويج لكرة القدم داخل القاعة. نثمن ونشجع مثل هذه المبادرات ونشكر المنظمين لهذه الدورة هذه اللي أصبحت تقليد، يراي كل سنة كل عام شهر رمضان يديروا هذه الدورة للصحافة الوطنية، وحنا كمان نعرف كرة القدم هي تجمع الشباب كل شباب جزائري، وبهذه المناسبة تجمع بين كل الصحفيين الجزائريين، وحنا رانا دائما نرافقوا في الصحافة الوطنية، ومثل هذه المبادرات راهي تأكد على أن الصحافة الوطنية صحافة واحدة وموحدة. هذه الدورة أصبحت دورة يعني مرموقة مسموعة عندها الصيت، وهو ما راح يحفزنا إن شاء الله في الطبعات القادمة، على الأقل ستكون هناك دورة دولية بحضور ربما بعض الدول العربية. حفل الختام شهد تكريم عائلات بعض الصحفيين والرياضيين الذين فارقوا الحياة السنة الماضية، والتي حملت الدورة اسمهم في مبادرة أصبحت تقليدا للقائمين على هذه التظاهرات الرياضية.